مساء الخير، مساء المحبة والسعادة مشاهدينا الكرام، تحياتي لكم. ضيف جديد وأخطاء جديدة في برنامج أخطاء الفنانة الجميلة هبة صباح. مساء الخير، نورتينا وشرفتينا. مساء الخير، هلا ونزار، أخبارك؟ حياك الله، شلون هالدنيا وياك؟ الحمد لله ماشية. نورتي برنامج أخطائي. نور نورك. أتمنى لك حياة حلوة وسعيدة من كل قلبي، يا رب القادم أجمل عليك، وإن شاء الله سنة 2018 تكون سنة خير وسعادة عليك. إن شاء الله يا رب. حياك، سلامتك ألف سلامة. لحظة، اليوم رقبتك عليها بلاستر خير؟ هذا البلاستر أنا عندي تمزق قديم من 2010، فعندي حركة بالمسرح، فأجا ممثل ويانا بالمسرح ما أرد أذكر اسمه. طيب. فضربني عليها، فشكل التمزق مرة ثانية. فتأذيت ووجهوا له عقوبة، قالوا له بعد المفروض ما تسوي هاي، لأنه أي بنية المفروض ما تنضرب. يعني هو كان مشهد تمثيل ولا من باب الشقة؟ لا، هو من باب الشقة. شقاء ثقيل هذا. من باب الشقة، وضربة الرجال تختلف عن المرأة. أها. فكلش أذاني، هاي صار لها 3 أيام هاي اللزقة. اعتذر ولا بعده؟ إي أكيد هو اعتذر ووجهوا له عقوبة. بس يعني أقول الله يسامحه. مقتنعة بالعقوبة اللي وجهوا له إياها؟ المهم إي. اي مقتنعه. إيه. يعني المهم خلص بعد ما يكررها واعتذر. طيب. هاي إيه، ما دام اعتذر خلص المسامح كريم ان شاء الله. انت في طبيعتك هبه، الاشخاص اللي يكسرون قلبك، الاشخاص اللي يغذلوك، تسامحيهم وترجع المياه المجاريها ولا تعود غير صالحه للشرب وما ترجع تشيلين بقلبك؟ حسب الخطا، حسب الخطا اللي يخطئوا وياي. يعني احيانا اكو خطا ما يغتفر، واحيانا اكو لا خطا لا اقدر اسامح به. طيب، في شخص النوع اللي اشيل بقلبه هوايه، يعني اتحمل 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 بالاخير انفجر. طيب، اخر مره لاحظت ما شاء الله تشيل بقلبك، باين حقوده اصلا انت. مبينه اي حقوده. صح. ما انسى نهائيا، ما انسى اي واحد يخطئ بحقه. زين، انطيني اخر مساله شلتيها بقلبك، اكلتي روحك عليها وتقولين خلاص هاي المساله بقلبي لحد الان وما اسامح عليها. المساله، اخر مساله، بأنه يوم من الأيام، بأنه أنا أشتغل صح بالمسرح وأعرف شغلي صح. خوش. والكل يمدح بشغلي. أه. يجيك إنسان لا شيء، أقول عليه لا شيء. يجيك إنسان يقول لك لا، أنت صفر مباشرة. أنت صفر، أنت لا شيء، أنت ما تعرف تمثل، أنت هيج أنت هيج أنت هيج. هذا مخرج منتج فنان ممثل وياك. ممثل وياك، المفروض يشجعك، المفروض يصعدك، المفروض يعلمك يطورك. ركزي زين، ممثل لو ممثلة؟ ممثل، ممثل، الممثلة هاي بعدين. زين، احنا ممثل. نعرف الممثل وبقلة العنصر النسوي، كادر نسوي قليل في مجال الوسط الفني، المفروض يعني يشجع. يعني شنو السبب؟ مثل خلينا نقول يغار منك، مستحيل ما يغار، المفروض يتودد اصلا. لا، اكو بالمناسبه هاي مساله الغيره حتى بين الرجال وبين النساء موجوده، بين الممثلين وبين الممثلات. اذا يشوف ممثله تطلع اكثر من عندي على المسرح يجي يحكي يقول ليش طلعت هاي اكثر من عندي على المسرح. وهو رجل، وهو رجل، وانا سمعتها ليش طلعت، ويجيني يحكي وياي يقول ليش طلعت انت اكثر من عندي على المسرح. زين اوكي ماشي، يعني قل لي هذا الشيء، علمني، قلل من عندي، يعني اخذ بنصيحتك، بس مو تجي تحطمني، وهذا يحطم نفسية. ها، يكون نقد غير بناء. هذا نقد غير بناء، نقد غير بناء، هذا تحطيم، تكسير مجاذيف الآخرين. بس أنا لأنه أعرف إمكانياتي وأكو ممثلين غير يشجعوك، لا تتطور. وما طول عندك ثقة بالنفس أكيد راح تتطور بعد أكثر إن شاء الله. على طول تتطورين إن شاء الله، والقادم يكون أجمل عليك. هبة، أنت خريجة كلية إدارة واقتصاد. إدارة أعمال جامعة بغداد، وقدمت على ماجستير سنة واحدة وقعدت ما شاء الله. يعني لين فترة خلينا نقول مثل التعيين تأخر، دخلتي إلى مجال الإعلام ومن ثم مجال التمثيل، ليش ما لا بالمناسبة استمريتي في كليتك أنت أصلا تعينتي وتتوظفين؟ بالمناسبة أنا خرجت 2005-2006، يعني أيام النظام. أيام النظام كان القبول مركزي، أنا قدمت على الإعلام، الإعلام كان قبول خاص. 2005-2006 بالمناسبة النظام، إيش يعني نظام تقصدين؟ 2003 النظام تغير من بعد 2003. 2005-2006 تخرجت. يعني أنا بال 1999 أنا دخلت الكلية، دخلت كليتي. طيب. فكان قبول خاص، قدمت على الإعلام قبول خاص، ما قبلوا، لازم ألفت مواصفات معينة، ألفت شروط معينة، ما انقبلت. فرجعت على إدارة اقتصاد. طيب. كملتها، بس أنا كان حلمي بأن أكون إعلامية.
رحت على الإعلام، قدمت، رحت على العراقية، صرت مراسلة بالعراقية تقريب فترة 8 أشهر أو 6 أشهر هيجي وبطلت من عندها. طيب احنا شفناك بالبداية دخولك كان إلى عالم الإعلام كمراسلة، طيب ليش بطلتي؟ ليش ما استمرتي كمراسلة؟ بطلتي لأن ما توفقتي، الآخرين نقدوش، أم بطلتي لأن رحت للتمثيل؟ شنو اللي صار؟ حسيت نفسك ما توفقتي بالإعلام؟ بالعكس، أنا لهسه أتذكر أستاذي، أقول والشرف أقول أستاذي حسن المرواني، شاعر حسن المرواني، يقول لي هبة أنت قلمك بالكتابة قوي، وكانوا أكو مراسلات بالعراقية ما أريد أذكر أساميهم يجون أكتب لهم الستاندات والبارتات بالعراقية. فعلا جميل، بس صارت مساومات هناك، قام يحاربوك، يريدون أشياء ثانية من عندك، يا أما سوى هذا الشيء يا أما لا. أنا ما قدرت. طيب هبة، مساومات ومساومات في أغلب الأوساط موجودة هي، طيب موجودة، أنت مساوماتك كانت يا أما تسوين يا أما هذا الشيء تقرير جديد، يعني تقرير ممتاز تقرير، ولا لا يصعدوني يسوون مقدمة برامج أو يبقوني على شنو؟ ما ايش؟ لانه هون كنت اعقد مو شو اسمه مو ملاك، فاذا ثبت ملاك لازم اقدم تنازلات. مثل تنازلات جسديه للاسف. أوه. ومحاربات صارت، محاربات هوايه. زين انا ليش اقدم هاي التنازلات؟ لا خلي اطلع بكرامتي احسن. وبعدين تجيك مراسله من المراسلات اللي هي اعتقد هسه بالوقت الحالي رئيسة قسم المراسلين، تقول لك يا أما تشتغلين بالفن يا أما تشتغلين مراسلة. قلت لها لا، الله الغني، أشتغل أنا فنانة أفضل لي. طيب. على الأقل أنا هذا اختيار، ومن بعد إجبار. من بعد ما خلص أفتي أنه ما تكون مراسلة. طيب خلص، خلصنا من موضوع المراسلة، موضوع المساومات، ربي يبعدنا عنها إن شاء الله. آمين. ليش الله يبعدنا؟ الحدث موجودة. طيب من بعد خلص انه انت عرفتي موضوع تكونين كمراسله، دخلت الى مجال الوسط الفني. سؤال ومن ثم نتعمق اكثر في موضوع الوسط الفني. اليوم ليش بالتحديد كادر نسوي عندنا في الوسط الفني مقل جدا بالاعلام باي مكان؟ ليش انه ما عندنا هواي فنانات، مع العلم انه في كليه الاعلام موجودات بالمحل نلقيهم؟ ليش؟ شنو السبب قله الممثلات العراقيات؟ هبه بالمحا تلقيهم هواي، بالكلية تلقيهم هواي، ويحبون شغلة الفن وهواي يراسلوني ماكو على الفيس، على الانستغرام، على السناب، بأنه حابين يطبون هذا المجال. بس من يطبون هذا المجال ينصدمون بإيش؟ ينصدمون بأشياء هواية، مثل ما قلت لك المساومات هواية. بالبداية صارت وياي، بالبداية أنا صارت وياي، راح أنزلش بفلان مسلسل، راح أنزلش بفلان فيلم، راح أنزلش بفلان أغنية، راح أنزلش ما أعرف وين 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 وين، بس اريد من عندك اشياء، اريد اشياء ثانيه من عندك. انا دائما كنت اعرف، بس لانه رب العالمين يحبني واكو ناس وقفت لي وعرفوني الطريق الصحيح، من ضمنهم نزار علوان الله يعطيه الصحه والعافيه، وميلاد سري همينه علمتني، ميلاد سري وعبير فريد وغير وغير، علموني الطريق الصح، قالوا لي هذا لا، هذا الخط لا تمشين به، امشي بغير خط. اللي يقول لي شيء ترى هذا كذا. تحياتي لكل من ذكرتي، واجمل تحيه اكيد لميلاد السري. طيب السؤال، انت اللي شاهدنا حاليا من البنات بالتحديد، راح انت تخوفيهم؟ يعني معقوله يعني تدخل الى مجال الوسط الفني حتى تشتهر، حتى تقدم اكثر وتكون نجمه؟ يعني لابد ان لازم تقدم تنازلات، لازم تقدم تنازلات. بقت يمها هي وتفكيرها وشجاعتها، اذا قدمت تنازلات هاي تلقيها صاعده. زين السؤال، نقطة نظام، أوكي. نقطة نظام، أوكي. حالياً أكو فنانات شابات ما شاء الله عليهم وحلوات ونجمات بالوسط الفني، هؤلاء قدموا تنازلات باعتقادك؟ والله هو كان توقعني مشكلة. ما أعرف، أنا أقول لك ما أعرف. أنا شالي. أنا أقول لك ياها ما أعرف، لأنه أنا ما أعرف طبيعتهم، ما أعرف حياتهم الشخصية، وما أعرف هم إيش قالوا لهم. يعني لازم يشتغل. أنا أحكي لك عن نفسي. اللي يشتغل عندنا لازم يقدم تنازلات. لازم. أنا أحكي لك عن نفسي، بدليل بأنه أنا قاعدة سنتين كاملة ما اشتغلت بسبب هذه المشكلة. طيب بس اللي شاهدنا حاليا، لا تكوني مثاليه وياي كلش. انا مو مثاليه. ما قدمتي تنازل انت؟ من سابع المستحيلات. انا اقول لك قاعد سنتين كامله لانه ما قبلت هذا الشيء، سنتين كامله لانه قلت
فلان من الناس تحرش وراد هيك شيء. يجيني شخص من الفنانين الكبار الرواد يقول لي قوم اعتذر من عنده. اها. قلت له على شنو اعتذر من عنده؟ على شنو انا اعتذر؟ لا هو اخطا بحقي، هو هيك سوى. طيب. ليش اعتذر؟ قالوا لي اوقف. سنتين قاعدوني انا من الشغل قاعده بالبيت. ما اشتغلت. حاربوني. وحاليا؟ لا الحمد لله والشكر. نفك الحصار؟ نفك الحصار، تدري ليش؟ قدمت تنازلات؟ لا ما قدمت تنازلات، لانه ما عندنا بنات. ما عندنا بنات، واللي يصعدون هسه دون المستوى. يعني الحظ خدمنا هنا شويه. الحظ خدم. ان شاء الله على طول يخدمك الحظ. شفناك ممثله في درس الاول. مسلسل الدهانه على المسرح، في عمل معين من اخطائك مثلتي هبه؟ عمل معين من اخطائي او مشهد معين؟ لا مو عمل كامل. مو مسلسل؟ لا لا مسرح. يا مسرحيه؟ مسرحيه ورث مصري. ليش؟ مع العلم اللي جابوهم من مصر سعد الصغير وبرديس. يعني المفروض الواحد يفتخر بهذا الشيء. بس انا كلش اخطات بهاي السالفه. من يعني ناحيه؟ من ناحيه بانه المنتجين اللي يجون للاسف ما عندهم خبره. ما عندهم خبره بهذا المجال. قام اي واحد يجي يصير منتج، اي واحد عنده فلوس يصير منتج. وشن اللي صار؟ اللي صار بانه المنتج يحب الرقص، المنتج يحب اللبس القصير، المنتج يريد من عندك اشياء ثانيه تسويها على المسرح. زين احنا مثل البنات شنو اشياء ثانيه؟ هاي الحركات، التموع اللي ما اعرف شنو، التغنج، هذا انا ما اتقبلها. يعني اني صاحبه مبدا. يعني اليوم المخرج ولا المنتج يطلب مثل خلينا نقول على المسرح اغراء؟ تدخلات المنتج اكثر من المخرج. حتى ينجح العمل المخرج لا شيء نهائيا امام المنتج، لا شيء نهائيا. اخاف يقولوا لك بانه لا والله انا مخرج وما اعرف شنو اتحكم وهاي، لا نهائيا. احنا نعرف دائما بكل عمل المخرج هو القبطان، هو سيد العمل. صاحب الكلمة؟ طبعا الأول والأخير. لا من سبع المستحيلات، المنتج هو اللي يفرض. المنتج يقول لك أريد فلان وأريد فلان وأريد فلان وأريد هيك وأريد هيك وأريد هيك. زين ما دام فتحنا موضوع المسرح اليوم خلينا نتحدث بأنا وياك. ما أقول لك أنت سمعت معلومة أنه أنت أول وحدة. جتني معلومة أنه أنت أول وحدة، بل أنا راح أقول أنت من الفنانات الأوائل يا هبة اللي لبستي قصير على المسرح. صح. أوكي؟ صح المعلومة. صح. بس هاي المعلومة بس خلي أوضحها يعني للناس، لأنه هواية صار هذا نقاش بهذا الموضوع. لبس القصير هذا مو بيدي، حسب شخصيتك اللي أنت تمثلها. أنا ما أقدر أمثل دور ريفي ولابسة قصير، ولا أمثل دور بنت أوروبا ولابسة جداشة. حسب شخصيتي. لا اسمعيني، وأن بنت أوروبا وأن مشهد أنثى متفتحة، ولكن بس لبس القصير بالمعقول، مو اللي هنا لا، بالحدود اللي هنا. ولازم اكو ستريت جوا، لازم اكو كالون جوا. يعني انا ما اقدر اطلع المسرح هيجي، لا من سبع المستحيلات. انا ما اتقبلها نفسيا ما اتقبلها. وسبب طلعت من المسرح هذا الاخير هو سبب طلعت من المسرح على مود هذه الشغله. على مود هذه الشغله لبسته قصير، لانه راد فوق المعقول. هو فوق المعقول راد، وسمعت حكايه من عنده ويريدني ارقص على المسرح. يريدني ارقص على المسرح. قلت له انا ضد هذا المبدا. طيب تجيك لجنه مشاهده للاسف تقول لك لا الرقص مسموح به. يابا انا ممثله مو راقصه، جيبوا راقصه. اكو فرق بين الممثل والراقص. يعني انت اليوم تقولين بصراحه انه انا ممكن وسويت البس، ممكن انا من الفنانات الاوائل اللي البس قصير على المسرح ولكن ما ارقص. طيب من سبع المستحيلات ارقص. عندك خسارة هذا الموضوع ادى لانه يصير عندك خلاف مع المخرج معين، مخرج انه قالت لا ممكن ان ترقصين، ممكن ان تلبسين قصير. خلاف ويا المخرج، خلاف ويا المنتج. خلاف ويا المنتج. اني على الستيج واسمع بالكواليس يعيط ويصيح ويسمعك كلام يعني ما انزل به من سلطان. كلام يعني كلش مو حلو. طيب هذا الكلام. فطلعت قلت له لاخو، كان اخو المنتج، قلت له شنو الموضوع؟ قال لي والله انتم خسرتوا اخويا، المفروض انتم ترقصون على المسرح. قلت له اني ما ضربت اخوك على ايده وقلت له تعال جيب فلان واخسر خمس شدات، لو اجيب فلانه واخسر خمس شدات. قلت له انتم تعرفون كل الزين والعالم كله يعرف بانه هبه صباح ما ترقص على المسرح. خلص نقطه على سطر انه عندك انت رقص نهائيا.
تلمن تعرفون الفرق بين الممثل والراقص تعالوا احكي وياي. جميل الكلام. بلغت مدير المسرح اللي هو جواد المدهش بلغته قلت له اني مسحوبه من العمل. للاسف ما بلغ، انا اتبعت اصول المسرح، للاسف ما بلغ، خليته وطلعت، سحبت جنت وطلعت، جابوا ممثله بديله بمكاني. وهي تنجاز ممثله درجه ثانيه. طيب هي تنجاز وياهم. هبه حابين نتعرف عليك اكثر، احكي لنا. هبه من مواليد 1900 وش قد؟ 81 شهر 12 اول يوم. 81؟ اي 81. إيه لحد الان؟ عمري 36 اعتقد او 37. الله يطول عمرك ان شاء الله اكثر واكثر. هبه متزوجه؟ من متزوجه؟ لا ما متزوجه ولا راح اتزوج. لحد الان؟ ولا راح اتزوج. سبب؟ السبب سواء اقول لك شغله، سواء اخذت انت من خارج الوسط او داخل الوسط، الزواج فاشل عندنا بالعراق. فاللحظه نحن نعرف كل بنيه يعني حلمها تطمح ان تتزوج انسان مناسب يحبها. بالنسبه للفنانه لا. طيب انت بالنسبه لك يعني مواليد 81 اللي بعمرك ما نقول انه عندها اطفال كذا، انت ليش ما تطمحين للزواج؟ لا انا ما اطمح. وين الخطا؟ الخطا اذا اخذت واحد من خارج الوسط ما راح يتفهم شغلك بانه لازم اكو مبيت خارج البيت من يصير عندك تصوير ليلي او فتشي له هاي. ما يتفهم بانه اذا شخص ممثل لزم ايدك هذا مو مبرر. ضعي المشاهد يشوفنا حاليا. خليني اكملك اذا اخذت ارجوك خليك على الجرح بلا زحمه. بس خليني اكمل حتى اوصل لك اياها الفكره. اذا اخذت واحد من داخل الوسط ويعرف سوالف الوسط هي شنيه، الغيره المو طبيعيه راح تصير، وراح تصير مشاكل مو طبيعيه. اسمحي لي اوقفي. ماكو بنيه تحسبها هيك مباشره ورقه وقلم، والله انا حاليا بالمسرح اخاف لا اخذ، اخاف لا يغار علي، اخاف لا اكو مبيت، ماكو شيء. قولي لحد ما الاقي الانسان المناسب. لا لا نهائيا. قولي احاول وما قاعد القى العمر بدا يفوت. لا بدليل اكثر فناناتنا هسه الموجودات مطلقات. اكثر فنانات بس تزوجوا اقلها انت حاولوا. اي بس مطلقات. انت ليش حتى ما تحاولين؟ انا ليش احاول بتجربه فاشله واعرفها تجربه فاشله من البدايه؟ ليش احاول بيها؟ ليش اجازف؟ دورين واحد زنقين؟ دور واحد زنقين؟ لا من سبع المستحيلات. وليش من سبع المستحيلات؟ لا ليش؟ يعني ايش راح يعطيني الزنقين مثلا؟ بيوت يعيشش حياه كريمه، بيوت سيارات يوميه بدوله. وش اسوي بيها؟ انا المهم يعني اكون مرتاحه بال. انا ما تهمني الفلوس. بدون رجل؟ بدون رجل، اهم شيء عندي راحة بالي. بالمناسبة أنا إنسانة كلش عملية، أفكر بشغلي أكثر ما أفكر بحياتي الشخصية. كم مرة أوكي، إنسان عملي، عفينا من الزواج. كم مرة حبيتي؟ كم مرة حبيت؟ حبيت مرتين. ليش حبيتي؟ وين توصلين؟ فقط مجرد يعني أفهم من كلامك ماكو زواج، مجرد علاقة؟ أي مجرد علاقة. عابرة؟ عابرة. لا حب من صدق بالمناسبة، حب من صدق، يعني أكو حب أربع سنوات دام. وحب تقريبا سنتين. زين هذا الحب اللي دام اربع سنوات واللي انت من البدايه فقط مجرد حب، ما مفكره تكوني عروسه بهذا الحب؟ لا نهائيا. وشنو اللي صار ورا اربع سنوات؟ اللي صار تعرضت للخيانه للاسف. زعلتي؟ اكيد زعلت واكيد بكيت واكيد انقهرت، بس بعدين فكرت ويا نفسي بانه انا دا اضر نفسي بهذه الحاله، هو منظر. اها استمريت بحياتي. زين سؤال، ليش بكيتي وليش انضريتي ما دام انت اصلا ما مخلي ببالك كموضوع زواج، ولا بس حبيتي تستمرين بس مجرد حبي يستمر؟ لا حسيت بانه استغل هاي الاربع سنوات، حسيت ما احترم هاي العشره والزاد والملح اللي صار بيناتنا، حسيت بانه غدر. شنو طبيعه العلاقه كانت بينك وبين رجل ما بيها زواج هاي العلاقه واربع سنوات؟ يعني شلون الاصدقاء نقعد نسولف سوا، نطلع المطعم سوا، نشرب قهوه سوا، هاي يعني هاي مجرد زين. بس بهذا طلعنا الإطار. وطبينا سوية صارت بينك وبين الانسان اللي تحبيه تبادل قبولات؟ لا وين اكو شيء. وليش ماكو شيء؟ لا من سبب المستحيلات. سبب؟ السبب معيني. السبب مجتمعك ما يتقبل هيك شيء. انا حلفه ما قدام العالم المجتمع ما يتقبل. يعني شلون مثلا اخذه بزاويه؟ لا من سبع المستحيلات. هذا التفكير اللي تفكرين انت كمجتمع، ما كل بنت وشاب يفكرون هذا التفكير. لا من سبع المستحيلات ما اسويها. حاول هو؟ راح اقول لك شغله. حاول؟ لا امانه نهائيا. يعني انا راسمه حدود. فقط لزمه ايد؟ لزمه ايد ممكن. فنجان القهوه؟ اي
لازمة ايد مش ممكن. علاقة هذا الفيلم الابيض والاسود هو هاي في هذا العصر. انا راس محدود بقى اقول لك شغله، ماكو زواج، زميلنا المخرج بقى ماكو زواج، اي ماكو تبادل قبل، مسكت ايد ممكن، ممكن فنجان قهوه اي ممكن يفتح لك فنجان، نتعشى بمطعم ممكن، نطلع سوا ممكن، بس غير هالشيء نهائيا ما راح يصير ولا راح يصير، لانه انا ما اتقبلها، انا ما اتقبلها لانه صرف عليك اكيد مثل شنو مثل جابت يعني مثل ورد دبدوبه هاي هاي الاشياء الصغيره بس ما العب بالك ذهب وما اعرف شنو حال البنات لا زين السؤال ليش خانك انت فنانه ما شاء الله ونجمه لقى احلى منك صراحه شوف لو لقى وحده تبادله اي شيء بالدنيا احتمال سالتي ما سالت كذبنا كذبتي هنا ما سالتي لا ما سالت ولا اريد اساله هو اكيد هسه راح يشوف البرنامج ويسمع ما سالته ولا اريد اساله حنيتي له لا انا النوع اللي قاسيه اللي اذا انقهرت او انغدرت بشيء راسا اقلب الصفحه وما ارجع لها ما اروح لي ورا زين والثاني حبيتي عناد بي لان خانك العين بالعين والسن بالسن انا ما راح اروح احب غيره واشوف انه انا قويه لا هاي بعد فتره هاي العلاقة اللي أحكي لك عنها هاي ب 2010 طيب ورا حبيتي شخص الآخر لمدة سنتين أنت خنتي ولا هو خانك؟ لا هو خان يعني معقولة اثنيناتهم يخونون أنا أتعرض للخيانة إذن الخطأ بيك معقولة اثنيناتهم يجتمعون على خيانة أنثى إذن أكو خطأ؟ ما معقولة؟ أنا أقول لك احتمال يمكن الصوت من عندي لأنه الوقت أنا ما موفرته أنا الوقت ما موفرته يعني هم كانوا هم من الوسط الفني؟ من الوسط الفني هيك احكي لي اي من الوسط الفني متزوجين كانوا اكيد هم متزوجين عندهم اطفال وعندهم اسره لا لا ما جازف هيك مجازفه انا ما ابني سعادتي على تعاسه شخص ثاني من سابع المستحيلات يقال انه زواج الوسط الفني هو زواج فاشل والدليل ناديه الجندي زوجها المنتج الكبير محمد المختار انتج لها يعني خمس فيلم خمسه باب الارهاب يعني مهمه في تل ابيب قالت من زوجي قرأوا براسه صار ممثل صرنا ممثلين اثنيناتنا انفصلنا صح قصه مشهوره عبد الحليم متزوج سعاد حسني ما استمر معاها على مود هي كذلك فنانه ليش النجوم ما يستمرون فقط يكون يحبون علاقه عابره بس كزواج فاشل ليش لانه تصير غيره مو طبيعيه غيره بالتمثيل وغيره لانه يعرفون المجال الفني هو شنو اللي يبي يعرفون سوالف المجال شنيه يعرفون هذا الشيء يريد يعرفون هذا الشيء يفكر يعرفون هذا شنو فهاي تصير مشاكل تصير قلة الثقة بيناتهم وأهم شيء هي الثقة إذا الثقة راحت طيب. انتهى الموضوع الفنانة شمس الكويتية في إحدى اللقاءات قالت أنا عندي حساب بالبنك يعرفوا بعض الشخصيات يحدوا لي فلوس عليه أنت عندك حساب بالبنك أكو هدايا تجينا فلوس تجينا لا والله أنا سيارة ما أملك بالمناسبة أنا سيارة ما أملك تقبلين الهدايا؟ أقبل الهدايا مثل ايش تقبلي جبتك هديه قلت لك اشياء بسيطه بس الاشياء الغاليه لا من سبع المستحيلات تقبلها ما جبتش سياره ما عرضوا عليك سياره والله هواي عرضوا هواي عرضوا على الانستغرام سيارات والذهب وما اعرف شنو والسفر يعني الخارج العراق على الانستا اليوم الله يوفقهم على الانستغرام يعني يقولوا لك انه نطيش سياره وسفر وما شاء الله هواي بس احس بيها مقابل تحس بيها مقابل تحس وراها مقابل تزوجوك الحمد لله وهواي همين عرضوه على الانستغرام وهم اقول لا تحسين هذا شيء صحيح ان على الانستغرام يتزوج ويعرض لا احسها كلها كذب كذب ها كذب في كذب اي كلها كذب كذب لانه هو شاف هبه الممثله ما شافها بالانسانه ما يعرف هي شنو هي بس شافها امام الكاميرا ها هي هبه خطا وقعتي به وتندمتي عليه ووقعتي به مره ثانيه ما صححتيه لحد هاللحظه خطأ وقعت بيه وتندمت عليه وما صحيح مستمر يكون وياك هذا الخطأ لا أنا إذا أخطأ ما أوقع مرة ثانية أبرز أخطائك شنو هي؟ أبرز أخطائي بأنه صورت إعلان ورقصت بيه إعلان؟ ورقصت بيه أبرز أخطائي هذا وللأسف ويا ريت ينمسح يا ريت طيب ينمسح هم بإرادتك يعني ما انجبرتي براتش اجيتي وصورتي هذا الاعلان انجبرت ليش انجبرتي انجبرت لانه للاسف
الممثل اللي وياي اللي هو نفس المؤلف اللي علاقتي عائلية به يسمعني حكاية من أقول له أقول له أنت تعرفني أني صاحبة مبدأ بأنه أني ما أرقص اللي هو جواد المدهش خلي أحكي لك إياها صراحة حكيت وقلت له أني ما أرقص يقول لي حللي خبزتك جواد المدهش الفنان هذا يعني هو المنتج هو 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 المخرج هو المؤلف فيقول لك تعالي حتى حللي خبزتك وانا علاقتي عائليه بي وصديقه مرتي الله يرحمها وكلش يعني طبه وطلعه بيناتنا كلش يعني كلش علاقتي عائليه يقعد ببيتنا نقعد ببيتهم هيك يقول لي حللي خبزتك وحللتي خبزتك مثل ما هو قال اضطريت هي نفسها هي هاي ورث مصري اضطريت اسويها بس وراها صارت عركه بيناتنا زين انت اضطريتي جبرك من اجل الماده ام من اجل الاستمراريه حتى استمر على المسرح وامثل والناس تشوفني ليش انجبرتي انجبرت لانه حسسوني بانه انا مخسره المسرح حسسوني بانه انت ترى يابا مو ممثله بس اكو مبادئ اكو قيم شنو انت مو ممثله اوكي انت مو ممثله هاي المبادئ هاي المبادئ والقيم اللي انت اللي تقول عليها حاليا ما موجوده بالمسرح حاليا يريدون دق رقص اغراء لبس قصير هذا اللي يريدون هسه بهذه السنه حددوا هاي الضوابط بانه ماكو هاي الاشياء لا لبس قصير ولا الرقص ولا الابتذالات ولا الايحاءات حاليا بهاي السنه فقط بس قبل لا كل شيء موجود كل شيء موجود تلقي بالكواليس وزعلتي من جواد انا لحد هسه انا ما احكي ويا جواد انا حاضرته من كل الاشياء حاضرته من الفيس حاضرته من السناب حاضرته حتى من تليفوني على مود المسرحيه لا مود غير شيء هي على مود هاي وعلى مود شغله ثانيه انت مو قلت لك راح توقعني بمشاكل بس انا احكي الصراحه نبدا الصراحه ما توقعني انا احكي الصراحه حتى العالم تعرف الوسط الفني شنو اللي بيه للاسف تجيك ممثله بدايتها استوها بدت استوها طلعت ستيج ما تعرف شنو الستيج وما تعرف شنو الخطوات احنا الممثلين تعلمنا نطلع باية هي مباشره علقت فوق لانه مجرد ضحكت سولفت عطت تنازلات طاها البطوله يعني اليوم احنا عدنا بالعراق بالتحديد ما ننطي البطوله يعني البطوله بالتحديد ننطيها للي ينطي تنازلات ام لازم ننطي البطوله للموهبة الحقيقية ننطي البطولة من بعد عدة أعمال من بعد سيفي فنان يجي متكامل لو ننطي البطولة للفنان اللي ينطي تنازلات المفروض يطون بطولة اللي عنده موهبة المفروض اللي يطون بطولة اللي عنده إمكانية يعني أنا فهم كلامك هي بطولة نعم بالعراق عندنا بطولة أنا ما أقول لك الكل أنا ما أقول لك الكل البعض اللي نفسياتهم مريضة البعض اللي نفسياتهم مريضة قاموا هيك يسوون وهاي مرتين مو مرة واحدة صارت مرتين ومره واحده صعدوا بنات اثنين للاسف ما يعرفون شنو الخطوه على الستيج ما يعرفون الوقفه على الستيج اعطوهم بطوله قلنا احنا ربنا يبعدنا عن هؤلاء الناس وان شاء الله 2018 انا تنبيت خلت تكون سنه خير وسعاده وامل خلينا نغير كل هذا الموضوع موضوع التنازلات وموضوع بطوله بالتنازل بس سؤال ظل بقلب المشاهدين اكيد التنازلات مثل شنو شنطن قلت لك تنازلات جسديه اوف جسدية للأسف للأسف جسدية تفكيرهم محصور بهاي الزاوية هذا التفكير محصور بهاي الزاوية ليش ما أعرف زين أنت هاي أنت من تباوع لهاي الإنسانة انظروا لها أختك انظروا لها واحدة من عائلتك ليش تنظر لها غير شيء القادم أجمل وربنا يبعدنا إن شاء الله وإن شاء الله الناس تنظرنا بنظرة الإبداع بنظرة إن شاء الله يا رب يتحسن إن شاء الله لأنه أنا أقول لك البعض مو الكل البعض نعم البعض إن شاء الله القادم يكون أجمل والناس تنظر إلى أعمالنا الحقيقية وعلى الموهبة الحقيقية وعلى شغلات حلوة من بعد الفاصل راح نأخذ فاصل نستار من بعد الفاصل الله ليستر حياكم الله خليكم ويانا حياكم لكم مشاهدينا الكرام جئنا لكم من بعد الفاصل حياك الله يا هبه نورتينا شرفتينا حياك الله مره ثانيه ومره عاشره احكي لنا هبه ما شاء الله
جسم رشيق، شلون قدرتي تحافظين على هذا الستايل؟ اكو بعض الناس يقولون انا مسوي عمليه نحت، واكو بعض الناس يقولون انا العب رياضه، بين الاثنينات نهائيا ما عندي. بس انا عندي مشكله بمعدتي، عندي سوء عمليه هضم، يعني ما اقدر اهضم الاشياء بسرعه. فهذا اللي اشوف هذا الجسم. طيب هبه، بصراحه كونك انثى، اعطينا احنا نستفاد منك اليوم احنا رجال. باعتقادك الانثى من نشوف الشاب تحبه يكون مليان ولا تحبه يكون جسمه نحيف ولا تحبه يكون رياضي؟ شو تشوفين؟ والله شو تشوفين؟ بالنسبة لي أنا عكس البنات. أنت؟ أنا أحب أشوف شخصيته، أحب أشوف رزانته. لا أعطيني ديكور من ثم نجي الشخصية. يعني كشكل كشكل خارجي؟ رياضي ولا؟ اي اكيد انا اريد جسم متناسق، انا ما اريد من جماعه ذول الكروش، ولا اريد جماعه ذول السمان، ولا اريد هاي مكوش سالفه، ولا اريد من ذول مكوش سالفه. لا اكيد لازم مواصفات، يعني انت ماخذ جسم متناسق. اكيد اصوم اصوم افطر على اصوم اصوم افطر على زوري، ماكو هيك شيء. زين تتوقعين انت الرجل شي يحب باعتقادك المراه تكون سمينه خلينا نقول ولا ضعيف؟ والله حاليا ب 2018 اريد مواصفات، يريد شعر طويل، العيون ملونه، اهم شيء يكون عندها راتب. طيب ويكون تكون رشيقه. رشيقه اي اهم شيء تكون رشيقه. ايش قد وزنك انت هبه؟ اعتقد 65 63 هيك. متى اخر مره قستي؟ قبل شهر. قبل شهر اكيد. قيس اليوم عندك اعتراض لو نجيب ميزان نقيس انا وياك؟ كلش عادي. شباب اعطونا بالميزان، خلي اتوه بالميزان، خلي اشوف. حاضر عندنا، انا حضرت اليوم ميزان موجود عندنا جيد جدا. شوف راح اقيس وزني ونقيس وزنك، خلي نشوف اليوم. خلي نشوف اليوم. راح يفضح لي اليوم نزار. حقيقة انا عاني من موضوع اللي هو بس اعتقد لازم يعتلق من ورا. تمام هسه ايه تمام. لا لا يعتلق من جوا، اريد مخرج بحيث تاخذها يساري. جيد جدا، نريد اللقطه بحيث تاخذ لي اياها. بس انت احكي لي كل شيء ما عندي يعني. جيد. حقيقه اعاني من موضوع، من صرت مقدم برامج اي كاري صار عندي هو العراقيين كلها كروشه. اوكي انت تقيشين اول مره ومن ثم انا راح اجي. يلا الك اول مره. اعتقد ما معتلق، هو المفروض يعتلق من جوا. اي يعتلق من جوا. لا يعني تمام تمام، جربنا قبل لا ندخل الاستوديو. انا ايش قلت لك؟ قلت لك بالستينات 65 65 ضبط اي 65 اي جميل. اي انا محافظه نهائيا، محافظه طيب كلش على هذا. انا ايش قد طبعا ليش خليتك بالبدايه؟ توقعين ليش خليتك انت قبلي؟ ليش؟ النساء اولا. من هذا المبدا؟ افهم؟ من هذا المبدا؟ هسه تمام؟ اوكي صار عندنا خلل، يمكن كان بيه خلل بيه مره ثانيه. لا تعي مره ثانيه. لا والله لا متاكد انا هسه طلع 65 مره ثانيه. امانه؟ اها تمام 65 صحيح. لا تمام تمام اوكي تمام. الستينات لا لا نزار عفيف. النساء اولا انا اقول لك اوف 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 ايش قد 101؟ 87 ونص. توقعتك 101 هيك؟ اي والله العظيم. لا بس زين. فيتكم هيك وزن؟ 87 ونص؟ لا زين. في البنات بشريني. لا لا زين 87 ونص. كلش زين. كلش زين؟ اي كلش زين. كلش زين. خليك على هذا الوزن؟ اي لا هو انا باقي. انا باقي على هذا الوزن. وزنك جميل الحمد لله. اي لا باقي. جتني معلومة من بعد الميزان، خلي قبل نغير مود. شنو؟ انه انت كاسرة قلب امرأة. ومو اي امرأة ان كانت. مو اي امراه عابره، مو صديقه، مو ويانا بالشغل زميله، لا. انه انت كاسره قلب ماما. اي كاسره قلب والدتك؟ اي. ليش؟ تقريبا صار لي شهر ونص اني ما احكي وياها. لا فهمينا. نزار انا اعصاب. انا اعصاب. اعصاب حيل. فامي طيوبه. وما تتصور ايش قد حنينه، وما تتصور ايش قد قلبها علينا، وامي انا ماخذ الوراثه من عندها، هي هم اعصاب. اقل حكايه تحكي انا اتنرفز. الام
مدرسة، الأم فعلاً. شيء كبير، بس أريد قنعيني اليوم قنع المشاهدين إنه أنت ما تحكين ويا والدتي صار الشهر ونص، والله السبب أنا عصبية. شو عصبية شنو؟ يا من عدتك أمك من يا مسألة وما ثمت عصبتي. هي مو منعتني، هي مجرد نصحتني. شنو؟ نصحتني بأنها ابتعد عن المشاكل. مع من؟ مع المسرح. لأنه دائما أنا أجي للبيت باعتبار هو البيت يعني هو الملجأ الوحيد اللي أنت تفضفض به، اللي تحكي به مشاكلك وهمومك. وشنو اللي صار؟ وياك. فهالقد ما أحكي لها أقولها فلان هيك فلان هيك فلان هيك فلان هيك، حسة الخطأ من عندي. فقلت لها لا، الخطأ مو من عندي، الخطأ من عندهم. فحكاية منا حكاية منا، أنا بديت أصيح بديت أعيط. زين صار لي شهر ونص اليوم، شلون حابين نراضي ماما؟ معقولة ماما اللي ربتنا تخاف علينا؟ لو ترى على مودك. لا بس هي على مودك. الأم حريصة، الأم تنصح بنتها يا بنت لا تسوين فلان مسألة، ماكو داعي تزعل منها لأني صفي مصلحتك. شلون راح نراضيها اليوم؟ نزار أحبها. اتصلي بيها؟ ما راح تجاوب. أوف. ما راح تجاوب. يعني اليوم أنا قلت الموبايل يمك، خلينا نقول اتصلي بوالدتك كان بالبرنامج، قولي لها أنا بالبرنامج حاليا، سألوني عنك، أنت أجمل ما شافت عيوني، أنا أعتذر منك والدتي. ما راح تجاوب. أنا خابر، أعطيني رقم خابراني. مو أنا أعرف والله، ما راح تجاوب. ما راح تجاوب. الظاهر أذيتي والدتك هواية. يعني انا على مودش التوفيق مع الوالده، اذا الوالده ما ترضى ربنا يمكن ما راح يرضى، واكيد ما راح يرضى، لان رضى الله يرضى الوالدين. يعني هي مو مساله هنا، يعني امك تشهر ونص ما شايفه، يعني شو تسوي؟ ايش راح نسوي بعد البرنامج ان هسه ما جاوبت؟ هذا خطا كبير، يعني المفروض هذا الخطا لازم يتصلح. خابرها تروح إلى نشتري بوكيه ورد جميل للوالدة ترضى، ولو الوالدة ما شاء الله ترضى بكلمة جميلة أنا متأكد. أتمنى جديد، أتمنى، لأنه بهالأوقات هاي كلش محتاجة لها. يعني من أتمرض يعني أريدها، يعني أريدها يمي، أريد أنام بحضنها، أريد أحكي لها، أقولها هيك صار بي هيك صار بي، بس هي مو أمي. بس أقول يلا تصلح الأمور إن شاء الله. المو يمنا نروح له. هي ما موجودة أمي بالمناسبة، هي بالحلة، ساكنة بالحلة. قريبة يا توعديني بعد اللقاء في أقرب وقت زورين الوالدة؟ لا هو أكيد راح أزورها، بس خلي خلص التزام المسرح، لأنه تعرف التزام المسرح شلون. ومن ثم نزور الوالدة. لا. يعني البنية في بداية مراهقتها بالتحديد، في بداية المراهقة أغلب العلماء يقولون أنه على طول يصير عنده خلاف مع الوالدة، لأن يمكن تمنحها من لبس القصير، تمنحها لا تحشين مع فلان لا مع فلان، كأن والدتها عدوة لها. بالعكس. طيب أنت كبيرة حاليا. أمي صديقتي، أمي صديقتي، 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 كل صديقتي. تصالح يعني. ضروري في أقرب وقت. أكيد. هذا موضوع الأم، موضوع أكيد. الوالد. شو أخبارك مع والدك؟ أطال الله بعمره. أنا والدي مريض. عنده سرطان بالمثانة. ربي يشفيه. واصل المرحلة الأخيرة. يعني حاليا دي تعالج إشعاع. بس هذا الإشعاع ما يفيد. بس هو يكابر قدامنا، احنا نعرف هو متأذي، بس هو يكابر قدامنا يريد يشوفنا بأنه هو لا متأذي، بس احنا نعرف. يا ربي يشفي، وإذا مرض فهو يشفين، يا ربي يشفي الوالد في أقرب وقت، والبركة بوالدتك إن شاء الله. أتمنى في أقرب وقت يعني أتصل بيش تقولي أنا حاليا يا ماما بالحلة والأمور طبيعية جدا يا نزار. مو بنيتي انه اليوم تحزنين، نمسح دموعنا على السريع، عندنا اسئله حلوه اليوم، ايد اسئله اياهن، احب اكون بعيد عن الحزن.
اعتذر اعتذر اعتذر. يلا نمسح نمسح وجهنا ونعتذر منك احنا، ومو بنيتي، لكن الموضوع هو اجى موضوع الوالده والوالد. ادعي لهم الدعاء الصالح ان شاء الله من بنت يعني ما تجيني اتصال من الحله، هم ساكرين بالحله اهلي، يجيني اتصال من الحله اخاف، اخاف ارفع التليفون، اخاف اسمع خبر، كلش اخاف من هاي اللحظه. ومن يجيني ابوي ماكو ما يحسسني بانه هو تعبان، لا هيك ظل هيك قوي مقاوم قدامي، بس انا عارفه متأذي. اها والحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. ادعي لهم بالخير. يلا مسحي الدموع، ما ادري اشوفهم على السريع. هبه احنا عندنا امور كثيره اريد اناقشها بعدنا، ما سالك كل شيء بالمناسبه ابشرك. اي شيء بعدني ما مستخدمين الدفتر، جاي الدفتر اليوم وياي واسئله. انت محضر ما شاء الله. امسحين على السريع. يلا يلا يلا. امسحي دموعك وان شاء الله في اقرب وقت تخبرين من يم ماما وامور عال العالو 100 100. اوكي؟ ان شاء الله. احكي لك نكته حتى ما غيري. يلا يلا. طبعا انا من النوع اللي دمعتي سريعه واضحك بسرعه. ان شاء الله قلبك يكون عامر. حياك الله. خليك بعيده كل البعد عن الهموم. شوفوا جاي الدفتر اليوم وياي واسئله الله وكيلك بعدني ماكو ما مستعمل غير سؤالين بس. ها موضوع المسرح هذا الحكي انا كله سؤالين. الله وكيلك منا سؤالين بغير تجلتهم. ها موضوع المسرح خلاص. هذا السؤال المهم اللي هو هذا. شنو ما اشوف؟ ما اشوفك ما اشوف قبل. ليه سؤال مهم. وزنك 86 وما اشوف ليش؟ شكو راح يروحون بعد ما حد يرضى بي. ارجوك لا ترين الزبائن، احنا عندنا زبائن ممكن ناس تحبنا وتريدنا اكثر من بنتي ان شاء الله، فارجوك. لا لا ما شاء الله ترى عيوني كل شيء ما بيها ووزني راح اخفف انا، فدير بالكم علينا بنات. لا لا ما شاء الله عليك. لا والله مقدم ممتاز. طيب سؤال. لو يظل او لا مو يظل، انت انثى هاك مباشر، لو تظل اخر ممثله بالدنيا ما اشوفها وليش؟ اخر ممثله بالدنيا ما اشوفها. اسماء. اسماء صفاء. ليش؟ مع العلم احنا كنا كل الصديقات 2010. كل الصديقات كنا ب 2010 بس بعدين اختلفنا. اختلفنا على ايام موضوعها ما اعرف. واحدة هي اختلفت. واحدة اختلفت. يعني باعتقادك هي ممثلة مثل غير جيدة بحيث نشوفها؟ لا هي ممثلة ممتازة بس ما اشوفها. ما يعجبني اشوفها. هي وهي مخرجة وممثلة ومنتجة ما شاء الله عليها. اي من تصرفاتها من تصرفاتها. نوبات الانسان ينسى نفسه. نوبات الانسان يصدق بانه هو وصل مرحله اعلى من الغير. وهي ما وصلت باعتقادك؟ اوكي خد توصل لفنها بس مو معناها تسقط المقابلها، مو معناها تحطم المقابلها، لا هاي غلط كلش غلط. يعني اخر شيء صارت مشكله بيناتنا اي بين مسرحنا ومسرحهم، استغلت بانه احنا كان ما عندنا عرض. جيت انا واحمد الطيب حضرنا مسرحيتهم. ما بيها شيء يعني اذا حضرنا مسرحيه وشفنا اصدقائنا وشفنا زملائنا ما بيها شيء. تستغل الوجود، تصور سناب تقول على مسرحنا مسرح فقور، ممثلين فقور، المسرح اللي يقعد 7 ايام ويعرضون يوم واحد. فانا رديت عليها قلت لها من هو اللي فقور؟ قلت لها ما شاء الله احنا ويانا جاسم شرف اللي هو اسم وتاريخ. قلت لها لؤي احمد اللي عادل اللي عادل تاريخه 10 من تاريخك. منو؟ رزاق فرحان؟ رزاق احمد العفو علي فرحان منو؟ اسماء جميله. يا ربي تتصالحون في اخر لا ما لا لا نهائيا انا ما اتصالح وياها من 7 المستحيلات. هاي الانسانه انا شايلتها من بالي. انا بالنسبه لي احيي الفنانه الجميله اسماء صفاء. يا رب القادم يكون اجمل عليها وبالتوفيق ان شاء الله في جميع اعمالها. انا احييها. مشاكلها هواي. انا احييها. طيب انت عندك مشاكل مع المخرجين؟ شو اخبارك علاقتك مع المخرجين؟
علاقتي ويا المخرجين حاليا زينه، بس سابقا لا، هم مشاكل. على شنو؟ على الاجور؟ لا، مو هم اللي يحددون الاجور، المنتج اللي يحدد الاجور. لا، مشاكل على شخصيه، مشاكل على لبس القصير. تصور يوم من الايام تصوير اعلان، يجيك مخرج يقول لك انا جايبك على مود رجليك. قالوا لك على شيء يسوون رجليك؟ بانه اساس رجليه هي اللي تجيب الجمهور، يلبس قصير حتى تطلع رجليك قدام العالم. انا جايبك على مود رجليك، وتطلع لقطه بالاعلان مصورين رجلي من جوا لفوق فقط. شكلك ما طالع؟ لا. عجيب والله. زين مخرج الله يوفقك. اوكي رجليه ماشي نقبل، بس يعني على الاقل شوف وجهنا. قلت له يعني خلي الناس تشوف. عوف هسه وجهي. قلت له يعني انت ما انتبهت لامكانياتي، ما انتبهت للتمثيل، ما انتبهت لحواراتي، ما انتبهت للاشياء الثانيه. قلت له اجيت على هاي؟ قلت له يعني هاي اللي تجيب الجمهور؟ قلت له عاد هواي وصلنا. لا مو مهنيه هذه. ما ظل عندي غير دقيقتين بس. والاسئله كثيره، ومن قهري راح اسد اصلا اسئلتي، لان ما سالت غير ثلاث اسئله يمكن. انت نورتيني وشرفتيني. السؤال اخير هذا راح اختم بيه وياك. انت ما شاء الله فنانه ولك اكيد جمهور، ونورتي اخطائي، استفادينا منك، حبينا الناس تعرف ما خلف الكواليس شو يصير مع الفنان. اكيد عنده صعوبات الفنان، قاعد يعاني في موضوع مساومات، موضوع اجور، موضوع تنحذف مشاهد حتى الناس يتعرفون عليكم اكثر. عندنا دقيقه واحده. ايش راح اصيغ يا سؤال يا نزار الفارس؟ ها وصلنا. شنو الرجل من يشوف المراه؟ اريد ذكاء هنا، استخدمي ذكاءك. الرجل من يشوف المراه اول شيء شنو يفكر؟ تريد الصراحه لو بتعبها؟ اريد ذكاءك. تريد الصراحه لو بتعبها؟ صراحه بالجنس اول مره. بالجنس كل مره؟ كل مره بالجنس. بقت يم المرأة شلون تغير تفكير الرجل. يعني اليوم بكل صراحة في رجل شافك أول تفكيره كان جنس، قدرت تغيرين تفكيره أنت ولا ظل هذا التفكير عليش؟ خلاص شافك خلاص ما أقدر أشوفك غير شيء، ما أقدر أشوف إبداعك، ما أقدر أشوف. لا أكيد، ما قلت لك هي بقت يم ذكاء المرأة شلون تغير تفكيره. غيرتي تفكيره؟ أكيد أكيد. وش صار بعدين؟ أنت شوف عقليتها، شوف تفكيرها. بعدين شاف عقليتك وتفكيرك؟ اي رضى لو راح خانك؟ ما رضى. اي بعدين خان. لا ضار حقه العاد. شش عقلك. بعدين خان، بعدين خان. ما عجب الموضوع؟ ما صرف له؟ احتمال اي ما صرف له الموضوع، احتمال ما صرف له الموضوع. صرفت الموضوع؟ اي احتمال. بس انت ظلمتيني على فكره، يعني انت يعني افهم من كلامك يعني كل الرجال يشوفون مرة مباشرة؟ لا البعض، البعض انا ما اقول لك لا البعض. لو اي لو خليها قلبت. لا البعض يفكر بهاي. هاي النظرة المحدودة اللي عندهم، يفكر بأنه هذا. أيامك يا ربي كلها تكون أفراح. الله يخليك. احنا حاليا يجوز المستمعين والمشاهدين يسمعون، احنا حاليا في الزوراء وعندنا ما شاء الله حوالينا ان شاء الله حفلة الزواج تجيك أغنية. لا وقلت لك أنا هذا الموضوع نسيته. شنو لون الشعر هذا؟ شو مسوي بشعرك؟ شبيه بنفسجي. موضوع جريء مو؟ جميل. اي بنفسجي. نورتينا وشرفتينا. كلمة لبرنامج أخطائي. الله يخليك، الشرف إلي. أنا كلش يعني فرحانة لأنه اجيت لهذا البرنامج، وسعيده لانه التقيت بحضرتك، هاي اول مره التقي بيك. وسعيده لانه وضحنا امور للجمهور هو ما يعرفها. وشكرا لك. القادم يكون اجمل عليك يا رب ان شاء الله. اكيد القادم اجمل، تفائلوا. يلا ان شاء الله نجد الخير. الله يخليك. حياك الله. شكرا لك وشكرا لكل من يشاهدنا. يا رب القادم اجمل علينا، وان شاء الله نكون بعيدين كل البعد عن الحزن، وان شاء الله نحافظ على الستايل. شباب البنات ترى يحبون واحد رياضي، واحنا يعني فسلنا ايدنا بعد ما قالته. لا حاليا البنات ما يحبون هيك، حاليا البنات يحبون الفلوس. احنا لا فلوس خلها، خلي الحافظ. اذا ما دام تحبين الفلوس. لا لا قاعد انت من البنات. البنات هسه حق مشروع، حق مشروع. ذولا جماعه التسعينات، جماعه الالفينات هسه ذولا يحبون هذا. يلا لا لا انت لا يا شباب، هم جماعتهم يحبون عقل واعي، فنجان قهوه مثل ما قالت هي وياه، مسكه ايد. على العموم يبارك بعمرك، ما عندنا احنا فلوس، فخلينا نحسن الجسم. احبكم، شكرا لكل من يشاهدني. احبكم. نزار الفارس، الى الملتقى.